الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في الدعاء في الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. وقد قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء، ومن الدعوات المأثورة: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. ثم يدعو بما أحب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الدعاء في الملتزم. وهذه فصول في كتاب الحج وأذكاره، والمصنف توسع فيها على حسب ما ذكر مما يكون له أصل أو لا يكون له أصل، وطريقته أن يستوعب المواطن التي يستحب فيها الدعاء فيختار فيها دعاء سواء كان واردا أو غير وارد. وهذه الطريقة ليست يعني بهذه الطريقة التي ينبغي الالتزام بها، والصحيح أن ما له أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام بعض أصحابه فالأمر فيه واسع، وما سوى ذلك فلا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بأنواع من الأذكار لم ترد، ولكن لمجرد أن بعض الناس استحبها، وإنما الأمر على ما ثبت. ولهذا كثير من هذه الأبواب كبعض ما تقدم وبعض ما سيأتي في هذا الباب مما لم يثبت، لعل من حكمة الشريعة في عدم ثبوت شيء من هذا التوسعة على المكلف في أن يحرص على حضور القلب، وإذا حضر القلب فهنا يكون التوفيق. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أدعية في هذه المواطن، فكونه لم يذكرها ولم يتحرى ذلك أحد من أصحابه هذا يفيد هذه الفائدة، إذ لو كان ذلك أفضل لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله الصحابة رضي الله عنه. وإذا فكأن هذا أمر مقصود أن يبقى الإنسان في هذه المواطن حريصا على جمعية قلبه على ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود. بأي يعني وجه وجهه القلب على حسب يعني حاجاته ومصالحه واهتماماته وهمته يكون الدعاء. قال: فصل في الدعاء في الملتزم. وإنما سمي الملتزم بذلك لأن الناس يلتزمونه في حوائجهم لتقضى، فسمي الملتزم. قال: هو ما بين الكعبة والحجر الأسود. وهذا الباب له أصل في السنة وفي أفعال السلف، له أصل في أن هذا المكان مكان له فضيلة، ومن المشروع بل من المستحب الوقوف عندهم. ولهذا بوب أبو داود رحمه الله وابن ماجه كلاهما في كتاب المناسك باب الملتزم، وروي فيه يعني نصوصا، صحح منها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بعضها وذكر له الشواهد، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. وهذا مما يعني يتحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب، يعني يدعو. وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الآثار في هذا كشواهد، أثر عن ابن عباس وابن عمرو وبعض التابعين وغيرهم. هذا هو الذي يفيد أن الأصل في هذا الباب أنه مشروع، يشفع الوقوف عند الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، يعني جزء يسير معروف لمن شاهد الكعبة، ويدعو. لكن كيف يدعو؟ يدعو بما فتح الله عز وجل له من أبواب يعني الخير في الدنيا والآخرة. لكن المصنف على طريقته اختار لك دعاء، قال: ومن الدعوات المأثورة،
ولم يفدنا رحمه الله عمن أثرت، وهذا يدل على أن الأمر في هذا غير لازم بل غير مستحب في الحقيقة، أن يحفظ الإنسان أشياء ويقول هذا مأسور، لأن المأسور الذي يلتزم به الإنسان ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إن كان يعني الأمر ورد فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، وحتى الذي ورد عن الصحابة لابد أن يعلم أن هذا ليس بنفس المعنى الثابت، فلا يلتزمه دائما حتى لا يقال إنه سنة وليس بسنة. يعني بعض الأشياء التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها بعض الآثار عن بعض السلف، ليس معنى هذا أن الإنسان يلتزمها التزاما يفيد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فرقا بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو عملت بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على الوجه الذي يميزه عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أمثلة ذلك ما يفعله إخواننا في مثلا من ولد له مولود، ترى أكثر إخواننا إذا بلغه ذلك يقول له بورك في الموهوب، شكرت الواهب، رزقت بره وبلغ أشده، هكذا يفعلون، وهذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أثر عن الحسن البصري من التابعين رحمه الله. لا بأس، هذا معنى جيد، ولكن التزامه دائما يجعل الداخل على الملتزمين ما دام يسمعه من كل أحد يقول هذه السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الحديث، وربما أنكر على من يقول هذا على من قال غير هذا، لأن مسألة حديث هو ليس بحديث. فلو تعمدت أحيانا أن تقول يعني صلى الله أن يبارك لك في ولدك وأن يجعله قرة عين لك ونحو ذلك مما يخالف هذا، لكن هذا أولى حتى لا يصبح ما ليس بحديث حديثا، وحتى يفرق الناس بين بعض الآثار التي وردت والأدعية المطلقة عن السلف وبين الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا أبوابا كثيرة منها هذه الأبواب، فإذا وقفت عند الملتزم فادعو. بماذا تدعو؟ بما فتح الله عز وجل لك من وجوه الدعاء. لكن المصنف على طريقته اختار هذا الدعاء الذي لا أصل له في الحقيقة من نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة. قال: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أحمدك بجميع محمدك ما علمت منها وما لم أعلم، إلى آخره. وهذه الأبواب فيها طول بعض الشيء وكثير منها. على كل حال هذا الأثر قال الحافظ لم أقف له على أصل، لم أقف له على أصل، فسواء يعني علق شيء منه وقلته أو قلت شيئا آخر، فما تقدم يفيد أن الأصل أن هذا المكان يشرع فيه الدعاء ولا بأس بذلك. فصل في الدعاء في الحجر بكسر الحاء وإسكان الجيم، وهو محسوب من البيت، قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه. ومن الدعاء المأثور فيه: يا رب أتيتك من شقة بعيدة مؤملا معروفك، فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. فصل في الدعاء في الحجر بكسر الحاء وإسكان الجيم، يعني الحجر، وسمي حجرا لأنه حجر من البيت أي منع منه. أصل هذا الباب الحجر معنى المنع، ومنه سمي العقل كذلك لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق، ويقولون حجرا محجورا أيضا من هذا الباب. والحجر حجر من البيت أي منع منه، لأن البيت على قواعد إبراهيم كان يعني مستطيلا ولم يكن مربعا كما نراه الآن، من ناحية الركنين الشاميين كان يعني أطول، فلما قصرت النفقة لقريش وكانوا فقهاء في هذا الباب علموا أنه لا يبنى بيت الله بمال حرام، فجمعوا الحلال فقط من أموالهم فقصرت النفقة، فلم يستطيعوا بناءه على القواعد الأربعة، فأثبتوا على قواعد إبراهيم من ناحية الركنين اليمانيين اللذين فيهما الحجر في أحدهما، ثم يعني جعل مكان الركنين الشاميين الحجر الذي هو نصف الدائرة المبنية، للإشارة إلى أن هذا آخر بناء البيت، لكنهم بنوه قبل ذلك. ولهذا أنت تطوف من وراء الحجر، ومن الخطأ تسميته حجر إسماعيل،
لأنه لم يرد شيء منها، وإنما هو الحجر، ولا يقال حجر إسماعيل. ويسمى أيضا الحطيم على الراجح في معنى الحطيم. قال: ومن الدعاء المأثور فيه، وذكر أيضا على طريقته، وكأنه يرى أن الأمر واسع على ما قدم في أول الكتاب أن الضعيف يعمل به ولو في فضائل الأعمال، ثم توسع بالخروج عن الشروط أحيانا كثيرة، ثم توسع أكثر بما لم يرد أصلا ولا من باب ضعيف مما ليس له أصل، وهذا التوسع كما ذكرنا ليس بذاك المرضي. لكن هذا الذي ذكره: يا ربي أتيتك من شقة بعيدة، الشقة يعني السفر والمسافة الطويلة إلى آخره. ذكر الحافظ أن هذا يعني ذكره ابن الجوزي بإسناد ضعيف، فلا يكون في الدعاء في الحجر أثر، وإنما يبقى عموم الدعاء وارد. وفضيلة الدعاء في الحج تعرف من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، باب فتح له باب الكعبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل أركانها، وسيأتي وصلى فيها صلى الله عليه وسلم، يعني في البيت. ومعلوم أن أكثر الناس لا يتمكن من ذلك، وأن باب الكعبة لا يكاد يفتح في زماننا إلا في بعض يعني يفتح أحيانا للرؤساء والأمراء ونحو ذلك، ربما في بعض المواطن في بعض مسابقات القرآن التي تعقدها تعقد في مكة يفتح أحيانا أيضا، هذا على نذور. وإذا فأنت تعرف أن من السنة الصلاة داخل البيت، وأن يسكن قد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتمكن من هذا، فيكون صلاتك في الحجر يعني غنية عن صلاتك داخل البيت، لأن الحجر داخل البيت. فإن لم تتمكن أن يفتح لك الباب وتدخل داخل الكعبة، فصلاتك داخل الحجر كصلاتك في الكعبة. ومن هنا يشرع الصلاة داخل الحجر عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فصل في الدعاء في البيت. قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه، وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله تعالى والمسألة والاستغفار، ثم خرج. قال: فصل في الدعاء في البيت. في البيت يعني داخل البيت، يعني داخل الكعبة، والبيت يعني صار علما على الكعبة تغليبا، لأن هذا بيت الله، فهذا بيت الله وليس بيتا مطلقا، كما أن هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، ولما كان هذا أشهر البيوت صار هذا علما على الكعبة، فإذا قيل البيت دون أن يضاف كان هذا منصرفا إلى الكعبة، هذا على سبيل التغليب. قال: قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه. وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة، يعني ما استقبله، يعني الذي كان يستقبله وهو واقف خارج الكعبة أتاه من داخل البيت، فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله تعالى والمسألة والاستغفار. وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكحاجب الكعبة وابن عمر وغيرهم، ومع هذا لم يعني يحفظوا، أو لعله لم يرفع صوته بمثل هذا، لأنه لو رأى أن في هذا مصلحة من نقل نفس الألفاظ التي قالها لفعل، لكنه دعا واستغفر على الإجمال، فيفيد أن هذه الأفعال مشروعة دون النظر في لفظ معين يقال. المهم أن يعني يحضر القلب ويحدث الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويشفع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تيسر من الدعاء والاستغفار ونحو ذلك.
وأصل هذا الباب في الصحيحين، وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ويعني صلاته واستغفاره ودعاؤه. لكن هذا الحديث فيه يعني بعض الزيادات كما رأيت، وهو صحيح إن شاء الله. فصل في أذكار السعي. قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه، والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم يدعو بخيرات الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاثا ولا يلبي. نعم. لما انتهى من أذكار الطواف، ومعلوم أن العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، وأن الحج كذلك يبدأه الإنسان بالطواف والسعي إن كان متمتعا، ولابد، وقد يعني يكون قارنا أو مفردا كما تقدم في الأبواب، فيشرع له أيضا طواف القدوم والسعي إن شاء أن يقدمه. فالمصنف يمشي مع الأذكار على ترتيبها، فالسعي يكون بعد الطواف، ولهذا قال: فصل في أذكار السعي. قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه، هذه المواطن كلها يستجاب فيها الدعاء. الإنسان متلبس بالنسك، ويعني في أشرف زمان وأشرف مكان، واجتماع شرف الزمان وشرف المكان غالبا ما يترتب عليه شرف الحال، ففي هذه المواطن كلها يستجاب الدعاء. وهذه المناسك والمشاعر والأمكنة المباركة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، فقمن أن يستجاب فيها الدعاء. قال: والسنة أن يطيل القيام على الصفا، يعني بخلاف ما يفعله بعض الناس أول ما يصل يرجع، هذا يجزئ على كل حال، لكن الفرق بين ما يجزئ وبين ما يستحب ويصيب فيه الإنسان السنة. فالسنة أن يطيل القيام على الصفا، لماذا؟ لكي يدعو ويستقبل الكعبة، يعني جهتها إن كسرت الأعمدة كما في زماننا، فإنه يستقبل جهة الكعبة إن عجز عن رؤيته، على أنه يمكن أن يراها لو أنه يعني حاول أن ينظر من خلال الصفوف، من خلال الأعمدة. فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا. بعض هذا الذي ذكره المصنف ثابت، وبعضه يعني إضافات منه. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف كان يعني يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يتوجه إلى الصفا. فإذا توجه إلى الصفا، إذا أمكن أن يصعد شيئا فعل، وإلا فالأمر واسع. وهناك يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو. والذي ثبت كما في صحيح مسلم من عند قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن شئت قوست على هذا إلى آخر ولو كره الكافر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الثابت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء وجعل يدعو ثم يكرر، يعني يقول هذا ويدعو، ثم يعود فيقوله ويدعو، ثم يعود فيقوله ويدعو، قاله ثلاثا مع الدعاء، يعني ويدعو بين ذلك. ثم نزل من على الصفا واتجه إلى المروة وسعى بين العلمين الأخضرين، وهو المكان الوادي بين الجبلين، وإلى أن وصل إلى المروة، وهناك فعل ما فعله على الصف.
من استقبال القبلة والدعاء بين هذه بين هذا الدعاء المأثور بما يعني فتح الله. وفي أثناء يعني طوافي مجيئا وذهابا يشرع الدعاء أيضا على يعني قدر ما يستطيع، ويشرع أيضا الذكر عموما، ولو قرأ شيئا من القرآن كل هذا واسع. لكن المصنف جعل بين الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده جعل مزيدا من الأدعية عنده. فأنت اضبط، أنت اضبط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، واحرص عليه واهتم به، وما سوى ذلك فالأمر فيه واسع. قال: اللهم إنك قلت، هذا من زيادات المصنف، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم يدعو بخيرات الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاثة. الذي يكرر ثلاثة هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه، ولا يلبي، ولا يلبي، لأن هذا ليس موطن تلبية، لأن التلبية تنقطع بالنسبة للمعتمر عند رؤية البيت كما تقدم، أو عند دخول المسجد. وأما بالنسبة للحاج التلبية مستمرة إلى رمي الجمرة كما تقدم. وإذا وصل إلى المروة رقى عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدودك. اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. نعم. قال: وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، يعني إذا أمكنه، وإلا فالأمر واسع. والآن ما بقي من المروة إلا يعني حجران أو ثلاثة أحجار، والصفا أيضا يعني أكثر من المروة، لكن شيء يسير مما بقي من الجبل. دعت الحاجة والامتداد العمراني، تنظيم المسجد والتيسير على الناس، إلى يعني قطع جزء كبير من جبل الصفا، ويعني أكبر منه من جبل المروة، فبقيت الإشارة فقط إلى هذه الأماكن كما ترى. والأمر في هذا واسع، ولهذا كثير من المقطوع هو من يعتبر جزء، يعني كثير من الأرض الممهدة هي جزء من الجبل أو من الجبلين. فلو أنك انتهيت إلى أول الجبل ورجعت هذا يجزي إن شاء الله ويصح، ولو أنك يعني حاولت أن ترقى شيئا هذا أيضا لا بأس به. قال: وإذا وصل إلى المروة رقى عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من أثر عن ابن عمر، والأمر فيه واسع وقريب. وقوله عصمنا بدينك يعني اجعل التزامنا بدينك وطاعتك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عاصما لنا من الفتنة. وهذا يدل على أن يعني الالتزام والاستقامة من أعظم العواصم من الفتن. ولهذا قال: وجنبنا حدودك، يعني أن ننتهكها، يعني جعلنا نجتنب انتهاك الحدود. وحدود الله تعالى هي يعني مقاطع الأوامر والمناهي ونحو ذلك. اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك إلى آخره. نعم. ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا بأس بهذا أيضا. يقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا ثبت عن ابن مسعود وغيره: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الأدعية المأثورة المختارة في السعي وفي كل مكان: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال: ومن الأدعية المأثورة المختارة في السعي وفي كل مكان. هنا كشف المصنف عن قصده من يعني اختيار بعض الأدعية في كل موطن، وهو نصحه للمسلمين وعموما لمن كان أو خصوصا لمن كان لا يحسن يعني الدعاء ولا يحفظ، فأراد المصنف أن يختار لهم من عموم الأدعية المأثورة. ولهذا هذا يعني يستجاد ولا بأس به في حق العامة، ومن يريد أن يحج أو يعتمر ولا يحفظ فيقول لك أعطني شيئا يعني من الجوامع، فكأن المصنف لاحظ هذا المعنى. وأما طالب العلم فإنه قبل ذلك يعني قد زور في نفسه وجهز وهيأ قلبه لبعض الأدعية المهمة التي يرى يعني معناها من أنفع وأجمع ما يمكن، لأن طالب العلم في أثناء قراءته سواء في كتب السنن أو في كتب التراجم والأذكار ونحو ذلك، مهما مر بشيء فأعجبه ينبغي أن يدونه وأن يحفظه وأن يستعمله، فتجد عنده مع مرور الوقت حصيلة لا بأس بها، كلما تأثر بشيء كتبه وحفظه واستعمله فكان في حافظته. لكن الذي ليس بطالب علم لا يكاد يقرأ ولا يكاد يعني يحفظ، فإذا ما فجأه عبادة كهذه تحتاج إلى مواطن دعاء كثيرة قد لا يجد عنده من المحفوظ ما يسعفه. ولهذا قصد المصنف بهذا أن يعطيه من عموم المأثورات الجامعة بعض ما يحفظ، فهو على هذا مثاب إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر بعض النصوص العامة التي أكثرها ثابت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن في هذا الموطن، لكن من الأدعية الجوامع وهذا لا بأس به. ولو قرأ القرآن كان أفضل، وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن، فإن أراد الاختصار أتى بالمهم. قوله ولو قرأ القرآن كان أفضل، تقدم هذا البحث وأن الأفضل هو حال القلب، ليس هناك أفضلية مطلقة، بل الأصل أن هذا موطن دعاء، لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يجد قلبه مع كثرة الدعاء فإنه لا يليق أن يواظب على دعاء لا يفهمه، أو أن يواظب على دعاء وقد مل ولا يعني يستطيع أن يواصل، وهذا في السعي يتصور أكثر، فإن المسعى يعني طويل والشوط الواحد يعني نحو 400 متر، فإذا ضربت هذا في 7 يأخذ منه وقتا طويلا، فبعض الناس حصيلته في الدعاء وحضور القلب يعني تنتهي بسرعة، فلو قلنا له لابد أن تدعو لأساء لأنه يدعو وهو غافل، ولهذا يشرع له التنويع على حسب يعني حالة القلب، فقد يعني يكتفي من الدعاء بشيء ثم إذا مل ينتقل إلى الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل ونحو ذلك، فإذا تعب لا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن، فلا يكون لك أفضلية يعني مطلقة، بل لو قيل إن الدعاء هو الأفضل وهو الأصل لكان هذا أولى، لكن يلجأ إلى القرآن أحيانا إذا وجد قلبه فيه أو انتهى يعني حضور قلبه بالدعاء والذكر ونحو ذلك فلا بأس، والأمر واسع في هذا كله. ولو أنه سكت ولم يفعل شيئا فالأمر واسع، المقصود أن يسعى، لكن لا شك الأحسن أن يذكر بما تيسر. ولهذا قال ولو قرأ القرآن كان أفضل، وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن، فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم، يعني ليس كل الناس على همة واحدة، بعض الناس يعني همته ماضية على مدار يعني نحو 2 ساعة أو يزيد في أداء العمرة مثلا، وبعض الناس يأخذ العمرة في أقل من ذلك يقتصر على المهم، حتى أنه يجري وهمه أن يصل إلى الصف، فإذا وصل يجري ويرجع همه أن يصل إلى المروة، وإذا انتهى من 7 همه أن ينتهي، هذه همم، ومن يعني بورك له في همته فإنه لن يجد إشكالا في هذا، ويعني يجد
بعض الصعوبة أن تنتهي العبادة، كان يريد أن تطول وأن يستمر في هذه اللحظات، ومن قصرت همته لا شك أنه يعني إن كان لابد فعلا فليأتي بالمهم، والمهم إن كان هناك شيء مأسور أو نحو ذلك. وهذه المواطن فيها بعض المأسورات، يعني يأتي بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وعند المروة، وإن شاء اكتفى بهذا. فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات. يستحب إذا خرج من مكة متوجها إلى منى أن يقول: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله: فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات. وكأنه تصورك وأنت تحج إن شاء الله، وقد طوفت وسعيت وبقيت إلى يوم الثامن حتى تحرم من بيتك إلى المشاعر، فتخرج من مكة إلى منى، ثم من منى إلى عرفة، ثم ترجع من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة. في هذه الرحلة وفيها عامة أعمال الحج، المصنف يعني أجملها، قال في خروجه من مكة إلى عرفات، ولم يقل إلى منى ثم من منى إلى عرفة، يعني أجمل الموطنين في باب واحد. والحكمة في هذا أنه ليس فيه يعني كثير مأثور، لكن المصنف يريد أن يعطيك بعض الأدعية عموما لمن كان لا يحفظ. يستحب إذا خرج من مكة متوجها إلى منى أن يقول: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. هذا المستحب لا ينبغي أن يقال له مستحب، لأن يعني المستحب فيما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من هذا لم يثبت. فلو قال يعني إن شاء أن يحفظ شيئا أو يدعو فلا بأس، أما أن نقول يستحب فكأنه يقول لا بد أن أذهب وأحفظ هذه المعاني. وإذا سار من منى إلى عرفة استحب له أن يقول: اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويلبي ويقرأ القرآن ويكثر من سائر الأذكار والدعوات، ومن قوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وإذا سار من منى إلى عرفة استحب له أن يقول: إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. هذا يقال فيه ما تقدم. والأولى والذي ينبغي منذ خروجه من مكة أن يكثر من التلبية، فهذا الذي أخره كان ينبغي أن يقدم. ولهذا قال: ويلبي ويقرأ القرآن ويكثر من سائر الأذكار والدعوات. فالأصل أنه إذا خرج من مكة يوم أن أحرم في اليوم الثامن يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة. وإذا قال في خلل هذا بعض يعني ما يشرع من الأداء من الدعوات أو يعني الآيات، خاصة آيات الدعاء كربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، المهم أنت ترى أنه محرم، أن المحرم يعني قد يعني أضحى إلى ربه وكشف رأسه ولبس أو لبس يعني إزاره ورداءه وتشبه بالأموات ويمشي هذه المناسك يقطعها، فحاله حال المقبل على ربه سبحانه وتعالى، فكيف يعني أمكن استغلال هذا الإقبال بحضور القلب والدعاء؟ هذا الذي ينبغي. وقوله: ومن قوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذا إشارة إلى الدعاء الذي ذكر الله تعالى في القرآن في آيات الحج ثناء على من حافظ عليه، بخلاف من كان همه ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لكن قال: ومنهم، وهذا الصنف المحمود، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلا ينسى شأن الآخرة وإن كان يعني يرجو من شأن الدنيا. وهكذا العبد يرجو من ربه سبحانه وتعالى مصالحه كلها في دين أو دنيا. فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات. قد قدمنا في أذكار العيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة،
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات. ومعلوم أن عرفة كلها موطن دعاء، بل هو أشرف الدعاء وأخطر أيام الحج ولحظات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لخصوص هذا الركن. وهذا اليوم يوم دعاء لا يشرع فيه شيء من المناسك، ولهذا حتى الصلوات تجمع، والحكمة في جمعها التفرغ للدعاء. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الظهر في أول وقت الظهر، ثم يعني انتقل من نمرة إلى عند الصخرات وظل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس، فكأنه جمع ليفرغ نفسه للدعاء. هذا اليوم يوم دعاء، ولهذا قال قدمنا في أذكار العيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مطلوب هنا في هذا الباب. خير الدعاء يوم عرفة، يعني دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله، يعني كم يكون لهذا الذكر وهذا التهليل في موطن عرفة طعم لا تراه على مدار السنة كلها، حتى أنك تجاهد نفسك أن تترك يعني هذا الدعاء وتذهب إلى غيره. فالناس يلبون ويعني يهللون بهذا الدعاء لا إله إلا الله، ويكبرون أيضا، فإنه يشرع تكبير العيد من صبح يوم عرفة. والإنسان يعني يكاد إذا أمسك ذكرا من هذا يحمل نفسه على التنويع، لأنه من السنة. وهذا يعني من توفيق الله عز وجل للعبد أن يستشعر معنى هذه المعاني مع شرف الحال الذي يصادف شرف الزمان وشرف المكان. وإلا فيشرع هذا كل يوم في أذكار الصباح والمساء، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها في أي وقت عموما فلها طعمها إذا كان إيمانك يعني، لكنها أخص بعد الفجر وبعد العصر في أوقات أذكار الصباح والمساء. فكيف تراه يوم عرفة وأنت على صعيد عرفة، وأنت ترى يعني ما ترى مما ترى؟ صلى الله عليه وبلغنا وإياكم هذا الشرف وهذا الفضل بمنه وكرمه. فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار، ويذكر في كل مكان، ويدعو منفردا ومع الجماعة، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره، ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة له معه له أو غيره مسجوعة، إذا لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها. قال فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء الذي هو التهليل لا إله إلا الله، ويجتهد في ذلك. فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهذا اليوم أفضل الأيام، وهو يضاهي أفضل الليالي في رمضان ليلة القدر، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. معظم الحج لأنه قال الحج عرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصوده والمعول عليه لأن من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. ولهذا اتفق أن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركت من جبل يوقف عليه إلا وقفت عليه، لكنه أدرك عرفة بعد الفجر فما صح له حج. أو قال له النبي إذا أدركت يعني موقفنا هذا قبل فجر يوم العيد، فإذا أدركه يوم عرفة يوم التاسع
أو ليلة العيد إلى قبيل الفجر صح حجه، وإذا فاته فاته الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، يعني المقصود يجتهد في حضور القلب وفي إنزال الحاجة بالله عز وجل، وأن يكون في أحسن أحواله، وهذا يفتقر إلى التوفيق. وكم رأينا من الناس ينامون ويعني ربما يتشاجرون وربما يتعاطون ما لا يليق، بل رأينا من لا يحرم في هذا اليوم ويزهد في الحج ممن يبيع ويشتري ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يهدينا إلى ما يحب ويرضى. قال: ويذكر في كل مكان، يعني يذكر ربه، ويدعو منفردا ومع الجماعة. وتقدم أن الاجتماع على الدعاء في هذا الموطن ليس له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأولى أن الإنسان في هذا الموطن ينفرد بربه سبحانه وتعالى ويترك الناس جانبا ويتخذ الله تعالى صاحبا. ولو شرعت الجماعة في الدعاء لكان أولى الناس بفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني دعا وحده ودعا أصحابه وحدهم هذا أولى. قال: ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. يعني هذا من فقه الدعاء، أن الإنسان يدعو لنفسه، وكما يدعو لنفسه يدعو لأصحاب الحقوق عليه، وأعظم ذلك الوالدان والعلماء والأصحاب ونحو ذلك. ثم يعم لكثرة الحق يعم جميع المسلمين، وهذا اغتناما لبركة الموقف وشرف المكان والزمان والحال. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، يعني لا يليق أن يمر اليوم ولم يدعو للمسلمين بالنصر والتمكين، أو لم يدعو لبعض أقاربه ويعني مشايخه وأصحابه ونحو ذلك، هذا تقصير غير مقبول، لأن اليوم طويل. فقد يعني يدعو في الصباح وينسى شيئا فيستدركه في العشي، وقد يستدركه في فيما وقت الأصيل ونحو ذلك، المهم أن عنده فرصة. فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره، واستشعار أنه يوم مبارك لا يمكن تداركه هذا الذي يجعل الإنسان يجتهد. لكن بعض الناس لا يوفق إلى مسألة لا يمكن تداركه فيغيب عنه اليوم ولم يقدم شيئا، ورحمة الله عز وجل يعني تسع الجميع إن شاء الله. ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. تكلف السجع في الدعاء، يعني الذي دائما إذا قال مثلا اللهم اغفر لنا مثلا كل ما هو آت وما يا رب الأرض والسماوات، ومظبط نفسه هو لازم يجيب، يعني هذا مكروه ولا ينبغي. وقد يشكل على بعض الناس يقول: طب كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على نظام السجع. لا إشكال في هذا، لأن المقصود بالسجع هو التكلف. أما إذا جاء السجع سجية مع الكلمات المنضبطة القوية في بابها فلا بأس، هذا يفعله البلغاء وأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فإذا سمعت أنه لا ينبغي أن ينشغل بالسجع، ورأيت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته ما يشبه السجع، فليس في هذا إشكال، لأن المقصود بالسجع المنهي عنه السجع المتكلف. أما السجع إذا جاء اتفاقا فهذا أحسن لا بأس، ولا بد أنه أحسن. ولهذا الرجل الذي يعني قال لما يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدية في قصة معروفة، قال: كيف يعني ندي من لا هل ولا طل ولا من لا، إلى أن قال: فمثل ذلك يطل. المهم الكلام على نظام السجع أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السجع كسجع الكهان، لأنه كلام ركيك. ثم إنه يأتي في مقابل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني يكون ظاهره كالذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أنكر عليه. لكن لو جاء السجع اتفاقا فالأمر في هذا واسع، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته التي غالبها جاء على سجع رائق غير متكلف، كلامه
في غاية يعني الرصانة والقوة وحسن الصياغة، ولا تكاد يعني تأتي بكلمة في مكانها أفضل. أما أن تترك كلمة أفضل لكلمة مفضولة لأجل مراعاة السجع، فهذا الذي نهي عنه، وهذا الذي قال المصنف، لأنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. الداعي حريص على أن يكون قلبه يعني منكسرا بين يدي رب، فإذا لاحظ السجع فإنه سيضطر إلى يعني أن يفكر ما الكلمة التي تأتي على نفس الباب وتسعفه، فربما جعل ينشغل بالسجع أكثر من انشغاله بالمعنى، وهذا القبيح الذي فيه سوء أدب. ويعني يذكرون في قبيح السجع، في بعض العصور كان دائما السجع غالب، يسمونها عصور الانحطاط الأدبي، إن الناس أهم حاجة عندهم. في بعض العصور كانت كلها يعني سجعا، الناس لا يتكلمون إلا بالسجع، وبلغ بهم من المبالغة في هذا في بعض العصور أن الناس بلا استثناء كانوا على نظام السجع، حتى أن بعض الخلفاء جاء بكاتبه وأراد أن يملي عليه رسالة، وهم متعودين على السجع في كل شيء، فقال: أيها القاضي بقم، جاب القاضي الذي يكتب. طبعا السجع على أول جملة يقولها وبعد كده يمشي، فقال له: أيها القاضي بقم. هو في ذهنه الرسالة التي، ويعرف الرسالة ويعرف ماذا يريد، لكن لابد أن يخرجه في إطار السجع. فلما قال: أيها القاضي بقم، أخذ يبحث عما يريد أن يصوغه في السجع، ما عرف، فقال له: قد عزلناك فقم. فحافظ على السجع وضيع مستقبل الرجل لأجل أن يعني أيها القاضي بقم، ويكرر أيها القاضي بقم عشان يأتي بالمعنى في إطار ما عرف، قد عزلناك فقم. فذهب مستقبل الرجل المسكين القاضي ضحية السجع. فهذا يعني مثل يذكرونه في التاريخ على قضايا الانحطاط. والظاهر بدل بقم يبقى أولى له أن يقوم، لأن أهل قم يعني لو هو جاهز حافظ بعض الأدعية على نظام السجع، طبعا ينبغي أن يكون هذا من المأسور، لا بأس بهذا. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب، ويلح في الدعاء ويكرره ولا يستبطئ الإجابة، ويفتتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختمه بذلك، وليحرص على أن يكون مستقبل القبلة وعلى طهارة. قال: والسنة أن يخفض صوته بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الذي تدعونه سميع مجيب أقرب إلى أحدكم من يعني راحلته. فالمقصود ليس الإنسان يصيح بالدعاء، وإنما الله سبحانه وتعالى يسمع، بل من الأدب أن يجعل ما بينه وبين ربه ليس فيه يعني هذا الصياح. ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات، يعني التوبة العامة والخاصة، مع الاعتقاد بالقلب، ويلح في الدعاء ويكرره، وهذه كلها آداب عامة في الدعاء في هذا الموطن وغيره، ولا يستبطئ الإجابة، ويفتتح دعاءه ويختمه بالحمد والثناء والصلاة، ويكون أحرص على أن يكون مستقبل القبلة وعلى طهارة، كل هذه آداب. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. هذه كلمات جامعة، وإن كان إسنادها يعني فيه ضعف، فالأولى ما تقدم عموم ما يقول، واجتهد فيما صح كالتهليل والتلبية والتكبير.
ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهنالك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات. وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل تجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين، وهو أعظم مجامع الدنيا. نعم. ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك، يعني يجتهد في أن يجعل في خلل الدعاء يدعو، ثم لا شك أنه سيفطر شيئا فيلبي، ثم يعود فيدعو ويلبي ويكبد ويهلل. ولهذا قال: من التلبية فيما بين ذلك، ومن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء. هذا إذا حضر البكاء، وإلا إذا لم يحضر فماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس المقصود التكلف، يعني إن حرص على ذلك واجتهد لا بأس، لكن بعض الناس يجعل مقياس القبول البكاء، فإذا لم يبكي فإنه لا شك أن المدار ليس على البكاء، وإنما البكاء يعني قد يكون من مظاهر الحضور وقد يكون من مظاهر التمثيل، لكن مدار الأمر على حضور القلب، فمن حضر قلبه ولم يبكي فهو مقبول إن شاء الله، ومن بكى ولم يحضر قلبه فهذا خطير، لأن القلب غير حاضر فلماذا يبكي؟ لكن إذا اجتهد في الجمع بين الاثنين هذا أكمل الأحوال، وهذا غالب أحوال المؤمنين، إذا لاحظ خطورة الموقف وقرب الرب سبحانه وتعالى ونزوله وعشية عرفة ومباهات الملائكة يعني عباده، ولاحظ يعني عظيم جنايته وواسع فضل الله عز وجل، هذه معاني يبكي منها الجبل والصخر والحجر، فإذا وفق لهذا فالحمد لله، وإذا يعني عجز عن هذا فينبغي أن يبكي لعجزه، وإذا لم يبكي لا لهذا ولا لذاك فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فهنالك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات، وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل تجتمع فيه خير عباد الله المخلصين. لا شك أن هؤلاء يظن أنهم من أفضل الناس، لأنهم يعني لا يوفق إلى هذا إلا من أراد الله به الكرامة، وإن كان بعضهم من المخلطين ونحو ذلك، فالله تعالى أرادهم بما كتب لهم من هذا الحج، وكثير منهم يكون من العلماء ويعني الزهاد وممن يحرصون على هذا، ولهذا قال: أعظم مجامع الدنيا. وهذا صحيح، لا يعلم في الدنيا مجمع أعظم من يعني اجتماع الناس في عرفة للحج، هم يجتمعون في كل مكان لكن خصوص عرفة، لأنهم جميعا في أرض واحدة ومنشغلون بشيء واحد. أما بقية مجامع الحج فقد يعني يكون فيها بعض السعة، قد يأتي أحد يفعلها اليوم ولا جملة أخرى يفعلونها غدا، لكن في عرفة ليس منه مناص، الكل في وقت واحد وفي مكان واحد ومنشغلون بهم واحد. ثم ختم الفصل ببعض ما اختاره من الأدعية على طريقته، بحيث من كان لا يحفظ فإنه ينتفع ببعض الأدعية الجوامع. ومن الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. اللهم أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. الجمع في دعاء عرفة بالاستعانة بكتاب من الأدعية المأثورة أو الجامعة، فاليوم طويل لا بأس، لكن أحسن من هذا أن يأخذ الدعاء قبل أن يذهب إلى سفر الحج ويحفظ منه ما تيسر، فإذا وافق المناسب كانت الأدعية في قلبه، أما أن يخرج الكتاب ويفتح وينظر فهذا قد يأخذ جزءا من خشوعه وحضوره، لكن إن لم يجد إلا هذا فلا بأس،
لكن الأحسن أن يكون عنده في قلبه من الأدعية المحفوظة. حديث خير الدعاء يوم عرفة صحيح، تقدم قبل ذلك. نعم. يقول أمثلة أخرى مما انتشر بين الإخوة خصوصا. نعم، في مسألة نعم الأمثلة تأتي في حينها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على